غندين هلا تشابتر جديد بيحكي عن الانتي كانسر دراجز. في بدايه هذا التشابتر راح ندخل في انتدكشن مطوله عن هاي المجموعه. هالانتدكشن مهمه جدا لانه بتعطينا اساسيات التعامل مع هاي المجموعه وايش الشغلات اللي احنا لازم نحطها في بالنا وحتى كمان كاستراتيجيات في العلاج. المشكلة هون في موضوع الانتي كانسر دراجز او علاج الكانسر بشكل عام انه احنا عم نتعامل هلا مع خلايا مش غريبة على جسم الانسان، هاي عبارة عن خلايا منا وفينا، خلايا اصلا يعني احنا جسمنا اللي بينتجها. يوما ما كانت خلايا طبيعية صار فيها هلا ميوتيشنز خلتها تتكاثر بشكل خارج عن السيطرة، والميوتيشنز هاي حتى كمان بتخليها تكتسب صفات معينة وتأثر على الديفرنشيشن ستيت. فلهذا السبب شكل الخلية والمورفولوجي والبيهيفير لها كله بصير يعني غريب ومدمر. المشكلة عندنا هنا إنه ما في شيء مميز في بنية هاي الخلايا اللي أقدر أستهدفه بشكل سبيسيفيك. لما كنا نحكي عن علاج البكتيريا انفكشنز الفنجي حتى كمان الفيروس بالمناسبة، كنا إلا ما نلاقي فرق معين أو شيء ما نقدر من خلاله مرات إنه نستهدف هاي الباثوجينز، لكن هون لا، ما فيش عندنا شيء مختلف إلا في حالات قليلة جدا ممكن إنه نمر يعني عليها لقدام. طبعا في وضع طبيعي إنه حدوث ميوتيشنز في يعني خلايانا هذا شيء طبيعي إنه يصير، لكن في عنا احنا بروف ريدنج انزيمز اللي بتعمل تقرا الدي ان اي واذا كان في خطا بتصلحه. حتى الدي ان اي بوليمريز تبعنا بامكانه يعمل هاي المهمه بشكل كثير منيح، ولو صار ميوتيشنز يعني ممكن انها تصير وتضلها موجوده، لكن مش كل ميوتيشن قد تؤدي لكانسر حسب في اي جين في وين مكانها. فبتعرفوا مثلا في شيء مسميه سايلنت ميوتيشن، يعني بصير في ميوتيشن بتغير امينو اسيد معين لكن في النهايه ما بتغير وظيفه البروتين، ما بتغير وظيفه الخليه. بعض الاحيان بصير في ميوتيشن لكن ينتج عنها خلل في عمل الخليه، لكن مش شرط انها صارت كانسرس، بس والله صارت نون فانكشن، صارت تشتغل بزياده او تشتغل اقل او ما تشتغلش نهائيا او انه يصير ابوبتوز وتموت. لكن المشكله هون بصير في ميوتيشن بسلكتيف تايبس اوف سيلز بتخلي الخليه هاي هلا تبدا تخرج عن السيطره. طبعا خط الدفاع الاول يعني لموضوع علاج الكانسر هو الاميون سيستم نفسه. فعندنا الاميون سيستم قادر على التعرف على المالجنان سيلز والقضاء عليها. وكثير منا في حياتنا بصير في يعني تكون لكانسر سيلز، لكن بفضل الله عز وجل انه جهاز المناعه قادر انه يكتشف هاي الخلايا بشكل مبكر وبيقضي عليها واحنا ما معنا خبر نهائيا. طب كيف بيقدر يكتشفها جهاز المناعه؟ بكل بساطه انه بتكون الميوتيشنز اللي صارت ادت لتصنيع ايبيتوبس على سطح هاي المالجنان سيلز زي سيجنالز بروتينز معينه، بتخلي الاميون سيستم يقدر يتعرف عليها بشكل سلكتيف ويقضي عليها بكل اريحيه و يعني على السكيت وبدون اي مشاكل. لكن المشكله انه اذا كانت الميوتيشنز هلا صارت في شغلات فقط جوا الخليه وما صارش اي تغير في البروتينز على السيرفس، فبالتالي بالنسبه لجهاز المناعه ما راح يميز هاي الخلايا ابدا ولا راح يهاجمها، فبالتالي هذا الكلام بيسمح للخلايا هاي انها تتطور. طبعا هذا السبب اكيد انه ليش انه ضعف المناعه مرتبط بشكل مباشر في زياده فرصه حدوث الكانسرز. والكلام هذا بنشوفه في الناس في المرضى اللي بيكونوا اميون كومبرومايز، كيف مثلا مرضى اتش اي في على سبيل المثال بصير عندهم كثير كانسرز، حتى بصير عندهم كانسرز انواع بتصيرش عند الناس عاديين اصلا. برضه كمان الناس اللي بياخذوا اميون سبريسانس بسبب علاج اوتو اميون ديزيزز او بسبب انه نعمل مينتنس او حمايه لعضو مزروع مثلا، فبرضه هاي الاميون سبريسانس دراجز راح نشوف لقدام انها برضه كمان بتزيد الريسك لحدوث مالجنانسز. المهم هلا الفكره هون اذا صار فينا هلا خلايا انه يعني شبيهه جدا في الخلايا الطبيعيه، جهاز المناعه نفسه اللي هو دقيق جدا مش قادر انه يميز فروقات بيناتها ويستهدفها بشكل سلكتيف. فبالتالي حتى احنا هلا كبشر نتعامل مع هاي الخلايا كاطباء او صيادله ما في عندنا برضه كمان انه قدره انه اقدر اميز هاي الخلايا بشكل سلكتيف. طب والعمل؟ العمل هلا بنضطر هلا نرجع لطرق مختلفه في العلاج، من ضمنها علاج يعني بكل بساطه في سيرجري مثلا على سبيل المثال، اذا كان في الورم موجود في اماكن محدده ممكن نوصلها بدون ما يكون في خطا فيها خطر كبير، قابله للاستئصال مش ملتصقه مثلا في فايتال اورجان او في ميجر بلاد بيسل مثلا، فهون في مجال انه احنا انه نستأصل هذا الورم.
هلا الاورام هاي بتعرفوا في منها بيكون بناين في منها بيكون مالجنت. اذا كان شيء بناين معناه اصلا حميدي، يعني في عندنا بروليفريشن لكنه مش كتير كبير مش كتير سريع، بيكون انكابسوليتد بيكون محصور في مكان معين، ما بيصير ديسيمينيشن، ما له ديستركتيف يعني بيهيفير. فالبناين تيومرز عاده ما بتخوفش نهائيا، حتى مرات انه ما بيكون في داعي انه نستأصلها، بس اذا استأصل بس مرات بتكون في اماكن صعبه ونخاف تتحول ايش مالجنت. المهم استئصالها عاده معناها انه صار فينا كومبليت كيور شفاء تام، وهذا الكلام بخوفش نهائيا. واما المالجنت منها فنفس الشيء، اذا كانت والله في مكان محصور ولسه ما صار ديسيمينيشن، ما في ما انتشرت ولا انفيجن حتى للنيبرينج تيشوز، فهون طبعا احنا بامكاننا انه نستأصل هذا الورم ونخلص منه على البكير. مع طبعا هلا نحاول انه يعني نتبع اذا في خلايا تبقت من هذا الورم انه نحاول نقضي عليها زي ما راح نشوف لقدام. بس المشكله وين هلا؟ انه انا هلا لما قلت انه صرت احكي عشان مالجنت هلا وفي ريسك انه يصير صار انفيجن يعني اختراق للانسجه المحيطه، انا بقدر استأصل الورم وشويه من الانسجه اللي حواليه لكن ما بقدرش استأصل كل شيء. بكل بساطه ما في سنتيمتر مكعب في جسم الانسان ما لهش اهميه، فاي فالاستئصال الزائد برضه كمان يعني له حدود معينه، ما بقدر استأصل بشكل راديكال وخلص واشيل. فاذا ما الكلام هذا بدي احاول استهدف هلا هاي الكانسر سيلز، بس انا زي ما قلت قبل شوي ما في عندي شيء محدد. هاي خلايا مواصفاتها العامه شبيهه جدا بالهيلثي سيلز، فشو نعمل في الحاله هاي؟ الحاله راح نبدا نستخدم هلا دروكس، هاي عباره عن ليثال سايتوتوكسيك، بدها تدمر الاخضر واليابس، بدها تتبع سياسه الارض المحروقه انها تدمر الخلايا بشكل عام سواء كانت كانسر سيلز او حتى نورمال سيلز. طب النورمال سيلز ما هي اذا راحت برضه خساره. احنا بنركن على شغله مهمه من او شغلتين. الشغله الاولى انه النورمال سيلز ممكن تصير لها ريجينريشن مرات وتعوض الخلايا اللي تنفقدها او تدميرها من جهه، طبعا في عندنا قدره محدوده على هذا الشيء اكيد، مش قدره مطلقه. والشغله الثانيه كمان انه عاده الخلايا الكانسر بيكون لها بروليفريشن ريت نسبيا عالي، وكونها بتتكاثر بشكل اسرع لسبب ما ممكن نحكي عنه لقدام بخلي الخلايا هاي حساسه للانتي كانسر دراجز اكثر من النورمال سيلز. يعني راح نستخدم دراجز بالعربي انه راح تقضي على النورمال سيلز وعلى الكانسر سيلز، لكن تضرر الكانسر سيلز راح يكون يعني اكبر بكثير او اكبر من النورمال سيلز او اقل هيك نامل. فبالتالي نامل انه نقدر نحصل على شفاء نامل، لكن الحكي هذا مش دائما راح نقدر انه نحصله، لكن مع سايد افكتس راح تكون شديده جدا وسيئه جدا. لكن زي ما شفنا انه احنا ما عندناش خيارات اخرى متاحه. طبعا قدام راح تمر معنا بعض الادويه اللي ممكن تكون سبيسيفيك انواع معينه من الكانسر، لكن هاي حالات يعني نسبيا يعني قليله ومحدوده جدا. هلا هاي الدراجز راح تعطي سايتوتوكسيسيتي، غالبا راح تحاول انها يعني تهاجم الدي ان اي، تستهدف بشكل مباشر وتكسر الدي ان اي، واي خليه اذا تكسر الدي ان اي تبعها راح تموت، او انه يتم استهداف ميتابوليك باث ويز، فبالتالي نعطل وظائف مهمه في الخليه، فالخليه برضه كمان ما تقدرش انها تقوم بوظائف مهمه للحياه، فبالتالي ادي طبعا لموت هاي الخلايا. لكن زي ما قلت انه احنا في النهايه ما عندناش شيء سيلكتيف، فعندنا هون توكسيسيتي عاليه. فلهذا السبب لو اجي ارسم كونسنتريشن ريسبونس كيرف لثيرابيوتيك افكت ولتوكسيك افكت راح يكونوا الاثنين ستيب كيرفز. ايش يعني ستيب كيرفز؟ يعني منحنيات راح تكون حاده وقائمه، يعني اي زياده في الدوز تقابلها زياده يعني كبيره في التوكسيسيتي على الكانسر سيلز، وكذلك زياده كبيره في التوكسيسيتي على النورمال سيلز، هم عباره عن سايد افكتس. فلهذا السبب الدراجز هاي معروف عنها انها اكستريملي توكسيك دراجز، وكلها لها يعني لو ثيرابيوتيك اندكسز. طيب خلينا هلا نشوف بشكل عام الاستراتيجيز في علاج الكانسر. هلا بشكل عام قبل ما نبدا نعالج الكانسر لازم انه نحدد الجول، الهدف اللي احنا بدنا نوصل له. هلا واحد ممكن يقول طب هي بدها سؤال، واحد عنده كانسر شو بدي منه غير انه اعالج هذا الكانسر؟ يعني ايش تعالج تقصد فيه؟ انك تشفي مثلا؟ طبعا احنا في النهايه يعني في حدا فينا بيتمنى انه ما يشفى المريض اللي عنده، اكيد كلنا بنتمنى انه المريض هذا يشفى، خصوصا انه هذا عنده كانسر. وبتعرفوا مرضى الكانسر احنا يعني بتلقائي الكلات المتعاطف معهم لابعد الحدود بحكم انه مرض سيء جدا ومؤلم، والمريض بيكون بيعاني معاناه شديده. فانه ان اقدر اشفي المريض فهذا يعني حلم يعني وغايه لا يمكن انه الاستغناء عنها. بس لحظه شوي برضه كمان احنا ما نكون واقعيين، الهدف مش دائما قابل للتحقيق. لانه بكل بساطه اذا كانت الوضع يعني متازم، وضع يعني مستفحل عند هذا المريض، والكانسر منتشر وفرص العلاج برضه مش كثير عاليه،
فانا اقعد اامل المريض انك انت راح تشفى وانه العلاج هذا راح يعني يوصل لك الكيور. هالكلام بحد ذاته قد يكون في نوع من الخطا. ومش بس هيك كمان، انا عمالي بعالج هلا بطريقه اجريسيف في الوقت اللي انه يعني المريض بده خليه يتحمل هلا سايد افكتس هائله هاي الدراجز ومعاناه شديده من الدراجز نفسها، تكلفه فظيعه جدا. ادويه العلاجات هاي بتكلف مئات الالاف، شيء ما فيش بني ادم بيقدر يعالج كانسر من ميزانيته الشخصيه. معظم الحالات بتتم معالجتها من خلال اما نظام تامين صحي او الدوله نفسها بتعالج. فمثلا في بلادنا هون انه جميع مرضى الكانسر بتتم معالجتهم مجانا على حساب الدوله مباشره، حتى لو عندهش تامين صحي سابقا، لانه فيش بني ادم بيتحمل انه هاي التكاليف، مبالغ هائله مئات الالاف بمعنى الكلمه. فلهذا السبب اذا انفق هاي المئات الالاف وتكلفه هائله مع معاناه شديده وكسايد افكتس، وفي النهايه مشان النتيجه تكون واحده هي الموت المحقق، فبالتالي اذا ما الكلام هذا انه انا بكون ضريت المريض ما نفعتوش. وهون في هاي الحالات يعني العاطفه ما بتسدش المريض. احنا لازم نكون واقعيين جدا في تحديد الجول، الهدف اللي احنا لازم انه نوصل له. طبعا كل حكيها طبعا لا يستثني من امكانيه راح بقول طب لحظه شوي، في ناس بصير عندهم كانسر واحنا بنعالجهم بيشفوا او على الاقل بيشفوا لسنوات طويله، ممكن يرجع لهم كانسر في المستقبل بعد سنوات، لكن في النهايه انا قدرت اعالج. بقول لك مضبوط، احنا برضه ما بننفي هذا الشيء، لكن هذا الكلام لازم يكون بناء على تقييم دقيق من اولها لحاله المريض، اللي بناء عليه بدي احدد الاستراتيجيه المناسبه للهدف المنطقي اللي انا بدي اوصل له. هلا لهذا السبب احنا بشكل عام ممكن نعمل ستيجنج او انه نصنف المرضى من اولها او نصنف الكانسر من اولها ل يعني ضمن اطار عام، انه يكون في عندنا هنا الكانسر لوكالايزد. فاذا كان الكانسر لوكالايزد يعني المرض لا يزال في بداياته، الورم محصور في تيشو معين، الورم عامل زي في حوالي زي كيس زي ساك او سيست، ما بالتالي معناها في مؤشرات انه لسه مثلا ما عملش انفيجن للتيشوز المجاوره. فانا هون في الحاله بستأصل هالتيومر هذا كلياته، وحتى بستأصل كمان احتياطا جزء من الانتجه المحيطه، بعمل هيستوباثولوجي للانسجه من حوالين المنطقه اللي انا استأصلت منها الكانسر، ممكن ما الاقيش فيها اي كانسر سيلز. هنا العلاج هنا الحمد لله ماشي في امور بشكل كثير ممتاز، وممكن فعلا انه المريض هذا يحصل كومبليت كيور، يعني شفاء تام وكامل من الكانسر، وممكن بعدها يعيش العمر الطويل بدون اي مشاكل. ممكن يكون في عندنا هلا بس مشكله، هذا هو طبعا هو هاي الصوره المثاليه. لهذا السبب احنا دائما نقول انه الكانسر بالذات كل ما بكرنا في العلاج اكثر كل ما كانت فرصه الشفاء اكبر واكبر، وممكن نوصل لدرجه شفاء 100%. بس المشكله انه اكتشاف الكانسر في المراحل المبكره جدا هاي برضه صعبه كثير، لانه هاي الكانسر او هاي التيومر عاده بتكون اسيمتوماتيك، ما الى اي كلينيكال سيمتومز، حجمها كثير كثير صغير، فممكن اكتشافها فقط صدفه. يعني مثلا كيف بيعملوا حاليا مثلا ماموجرام اللي هو الفحص المبكر للبريست كانسر، انه بيعملوا حمله كامله انه ستات ضمن فئه عمريه معينه انه يجوا يتفضلوا على المركز الفلاني يعملوا فحص ماموجرام للبريست كانسر. فهون طبعا ممكن في ظروف زي هاي انه نكتشف هذا الكلام مبكرا، وبالتالي طبعا هلا بامكان نبدا نعالج والنتائج بتكون ممتازه. عشان طبعا هذا الشيء كثير ممتاز، والحملات هاي فعلا انها مثمره جدا. هلا اذا كانت الامور شوي ادفانس، ففي عندي هون لوكالي ادفانس، ففي عندي هون انفلتريشن للتيشوز المحيطه، هلا هون هلا معناها انا ماشي ممكن اعمل ريسكشن للتيومر وعمل حتى ريسكشن لاكبر كميه ممكن من الانسجه المحيطه بحكم انها يعني انها انفيدد. وهلا استخدم طرق اخرى كمان، اعمل مثلا راديو ثيرابي، علاج بالاشعاع في المكان نفسه اللي فيه كان الكانسر مشان ادمر ما تبقى من خلايا كانسر. طبعا في كمان سايد افكتس كثير راديو ثيرابي مش بسيط. ممكن حتى اعطي كمان كيمو ثيرابي واعطي اعمل كل الاحتياطات اللازمه لهذا الشيء او يعني الشيء الممكن. وهون ممكن فعلا انه اكون سيطرت على المشكله بشكل كثير منيح، وممكن فعلا اوصل للكيور ويصير عندي شفت بهذا الاتجاه ويصير في عندي هون كيور. لكن في المقابل هلا ممكن انه انا الكانسر سيلز هذول مش فقط اتاريهم في المكان اللي حوالين الكانسر، لا بعضهم كان واصل للليمفاتيك فيسلز، وهي طبعا تعتبر السرداب او الانفاق اللي بتهرب منها خلايا الكانسر،
وبتتسلل لبقية أجزاء الجسم، لأنه بتعرفوا أنه كل أنسجتنا فيها lymphatic vessels اللي بجمع الفلويدز اللي رجحت من البلد، والlymphatic vessels هاي بترجع بتصب بالcentral circulation، وهي هون الكارثة في الموضوع، لأنه وقتها معناها أنه هاي الكانسر سيل إذا هربت وصلت للlymphatic vessels مين راح تكمل طريقة، وخدته أكيد بالأناتومي lymphatic system كيف شكله، وبعدها طبعا توصل هلا مع الليمف اللي هو السائل الليمفاوي بتصب في الجنرال سيركوليشن، ومعناها انه الكانسر سيلز هاي هربت بعيد واختفت بين مليارات من خلايا جسم الانسان الطبيعيه، وهون صار طبعا انه الاقي هاي الخلايا هلا مستحيل، فهون صار في ريسك انه هلا انه تبدا انه هاي الخلايا تروح على تيشوز اخرى بعيده، وهناك تقعد وتستوطن وتبدا تعمل كولونيز وتبدا تكبر وتكون هلا يعني كتل راح تبدا تكبر وتكون شيء بنسميه احنا ميتس او ميتاستاتيك تيومرز، فهي عباره عن شغلات منتشره من كانسر اصلا موجود في مكان ثاني خالص بعيد كثير، وهي طبعا ما بيكون عددها واحد، طبعا مش خليه واحد راح توصل، طالما في شيء وصل معناته بيكون وصل مئات الخلايا، وكل خليه من هدول قدرت انها تعمل هلا كولون جديده وتعمل حتى ميتاستاز لاماكن ثانيه، فصارت عمليا صرنا نحكي قاعدين على يعني الاف الكتل عم تنمو، بعضها طبعا بيبدا يبين قبل بعضها، بالتالي ممكن نعمل سي تي سكان بتلاقي مثلا 20 30 50 70، لكن هدول مش بس هم الموجودين، هدول اللي وصلوا لحجم قادرين احنا ان نشوفهم، لكن في غيرهم كمان مئات والاف لساتهم تطور النمو، عباره عن سات عن خلايا قليل لسه لا يمكن انه اشوفها بالسي تي سكان او في غيره، فبالتالي معناها انه استأصل هاي التيومرز هو ضرب من الخيال وبل مستحيل، هذه مش الامبوسيبل، فبالتالي هون صرت بحكي على ميتاستاتيك كانسر. وفي الحاله هاي هلا انه العلاج هلا انه طالما وصلنا للمرحله هاي نعطي كيموثيرابي لانه مش ينتشر في كل الجسم، السيرجري ممكن يكون خيار اذا كان في تيومر كبير عم بيعمل كومبريشن على مكان معين وعامل يعني كلينيكال سيمتومز قويه، فبعمل ريسكشن بس مشان احسن الكواليتي اوف لايف، يعني اخفف من الم المريض بسبب هذا التيومر عماله بيضغط على مكان معين مثلا، وبعطي على كيموثيرابي مشان ابطئ من البروليفريشن لهي الخلايا واقضي عليها او يعني على جزء منها ولو على الاقل مشان يعني اقلل من اعدادها، وهيك طبعا ببطئ البروجريشن لها، لكنها عمليا اتس بروجريسيف، وراح اوصل لمرحله هلا انه المريض هذا مش راح يجاوب على هاي الدراجز ونتيجة انه راح يموت، فعمليا الاستراتيجيه هون عباره عن بالييشن، يعني عمالي بعالج وانا عارف من قرارة نفسي انه المريض هذا ما راح يعيش، المريض هذا راح يكون ضحيه لهذا الكانسر، فانا بعطيها الادويه هاي بالعقل بالمعقول بالجرعات المناسبه، بختار الادويه اللي هي اقل سايد افكتس وتعطيه شويه افكت مشان فقط احسن الكواليتي اوف لايف، ابطئ البروجريشن اجمالا، احسن من السرفايفل يعيش اكثر بزياده شوي، واخفف كمان من معاناه هذا المريض. فهذا السبب هون، فالهدف هون غير عن الهدف اللي كنت بحكي قاعد على يعني على على لوكالايز او لوكال ادفانس، وقدرت اسيطر عليه واسحبه بهذا الاتجاه. فالهدف اذا زي ما قلت انه موضوع اذا انه احدد ايش انا فيها وايش امكانيات هذا العلاج، هذا شيء اساسي جدا. وطبعا في شغله مهمه بدي لازم احكيها، انه موضوع الستيجنج يختلف من مكان الى مكان، من كان فبالتالي مثلا في البريست كانسر موضوع الستيجنج يختلف عن الكولوركتال كانسر، يختلف عن البنكرياتيك كانسر، يختلف عن الجاستريك كانسر، فكل نوع من انواع الكانسر له ستيجنج خاص وله بروجريشن خاص، وبالتالي بيتم تحديد الجولز كمان بشكل خاص. فمثلا عندكم مثلا على سبيل المثال البنكرياتيك كانسر هذا فتاك جدا والشفاء منه شبه مستحيل، فهذا حتى لو انا يعني غالبا بكتشفه بكون اوريدي يعني صح عامل مثلا كتله لكنها بتكون عامل ميتاستاسيس من زمان، يعني بيعمل ميتاستاسيس سريع جدا جدا، فبالتالي هذا مش راح يعني صعب ان القطه هو لا يزال في الايرلي ستيجز، فلو غالبا بيكون اوريدي في ميتس، فبالتالي من اولها خلص في اذا في انواع معينه من الكانسرز هاي فقط خلص من اولها بعتبر انه الباليشن هو الخيار الوحيد. بينما مثلا بريست كانسر مثلا على سبيل المثال بصير بنطلع على فاكتورز معينه قديش انفيجن للتيشوز المجاوره، موضوع الليمف نود بتاخذ عينات من الليمف نود مشان نشوف اصلا وصل للليمفاتيك فيسل او لا، ففي عندنا ستيجنج او يعني فكل نوع من كانسر له طريقه معينه وبارامترز معينه بتطلع عليها مشان اقدر اعمل له ستيجنج. وما تنسى شغلة مهمة كمان إنه في أنواع من الكانسر ما صعب إنها تنحصر أصلاً من أولها، ما بتكون محصورة في مكان معين، زي مثلاً ال blood cancer leukemias، هاي leukemias عبارة عن كانسر في of blood cells أوكي طيب of white blood cells، وهاي شيء سائل مختلط في سائل البلد، ف
فبتلاقي منتشرة في كل مكان من أولها، هي أصلا بطبيعتها الخلايا هي أصلا منتشرة، فأصلا من أولها لا يمكن حصر، هي أصلا من أولها منتشرة يعني. فهون أكيد ما فيش عندي أصلا سيرجري، هون فقط أنا بحكي عمال على موضوع ميتاستاسيز، فهو أصلا يعني خلايا أصلا بطبيعتها منتشرة، أنا بحاجة هلا لكيموثيرابي بشكل أساسي. هلا بناء على الشيء اللي انا ذكرته، اذا انا اذا موضوع التايم للدايجنوزز، طبيعه الكانسر نفسه، البروجريشن للكانسر والبروليفريشن له والريت والى اخره، كل هاي من ضمن الفاكتورز اللي ممكن تحدد الكورس اوف ذا ديزيز. فهنا كمثال على كيرف بعطينا هنا التايم على الاكس اكسس، وفي عندي هنا التيومر سيل بيردن اللي هو اعداد خلايا الكانسر في هذا المريض. بدأت عنا القصة هون في خلية هنا صار فيها ميوتيشنز بما يكفي إنها تكتسب صفات الكانسر. وهي الخلية هلأ كان فينا خلية واحدة، كانوا هنا هون proliferation algorithmic scale الواحد، بدأت بخلية واحدة صار بعد تنتين، تنتين بصيروا أربعة، أربعة بصيروا 16، 16 طب 16 بصيروا مش عارف قديش. المفروض يصير عندنا هون زيادة هلأ في أعداد هاي الخلايا. هلأ هون وصلنا مليون خلية تقريبا، بيكون وزنهم بحدود 1 ميلي جرام ماس. طبعا هاي هذا شيء مستحيل نقدر نشوفه او نميزه، فبكونش في عندنا اي سيمبتومز نهائيا. وهي طبعا هلا تكاثرت اكثر، وصلنا هلا تقريبا 10 تو 9 1 بليون سيل، مليار خليه كانسر، وزنهم تقريبا بحدود 1 جرام بما يعادل تقريبا وزن حبه عنب صغيره. هلا هون لما صار وزنه يعني وشكله او حجمه حبه عنب صغيره، هون ممكن يصير في عندنا كلينيكال سيمبتومز، ممكن المريض انه يكتشف وجودها، انه يحس انه في كتله معينه بقول لك تحت الجلد، بحسها زي حبه مثلا في منطقه الثدي على سبيل المثال، او ممكن تعملنا كولونوسكوبي مثلا منظار في القولون، شوف هيك زي كتله زي حبه بتكون قاعده في القولون. فهون هون يعني ها يعني في عندنا سيمبتومز معينه ممكن انه نميزها في هاي المرحله. هلا اذا كنت بحكي هذا على سوليد كانسر، يعني كتله صلبه مش سائله زي البلد، مش زي اللوكيميا، هاي السوليد تيومرز، هاي اول شيء بفكر فيه انه استأصل هاي هي اكبر تجمع للكانسر سيلز. هلا فبالتالي عندي هون السيرجري بامكانه فعلا انه ينزل هذا البيردن مباشره، ويضل بعد السيرجري بضعه الاف من الخلايا اللي انا ممكن ما اقدر ان اطولهم بالسيرجري، لان زي ما قلت هدول ممكن طالهم هم مالجنان، معنى عامل انفيجن للتيشوز المحيطه، وانا ما بقدر استأصل كل شيء بكيفي زي ما بدي، لان قلت انه في انه ليميت ل الاستئصال. لكن انا بس استسلمش، انا استأصلت طبعا جزء كبير، هلا ما تبقى من كانسر سيل هلا بدي الحقهم بالكيموثيرابي، وهو ببدا جلسات كيماوي واللي بناء عليه ببدا تنزل 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 اعداد هاي الكانسر سيل، وهوبفولي نامل انه نوصل لمرحله الكيور اللي هو الشفاء التام. الكلام هذا ممكن نوصله ممكن، لكن طبعا مرات ما بنوصلوش لاسباب ممكن احكي عنها لقدام. هلا اذا كنت احكي على كانسر لا يمكن استئصاله جراحيا، قلنا مثلا اذا كان عباره عن لوكيميا على سبيل المثال، هلا اصلا بطريقه الديسيمينيشن اولها، وانا بقدرش امسك البلد وافلتره، وحتى مش بس هيك هاي الوايت بلد سيلز هي مالجنت سيلز مش موجوده بس بالبلد كومبارتمنت، بتعرفوا الوايت بلد سيلز كمان بتطلع من البلد وبتنتشر فيه في كل مكان. هلا هذا من اولها عندي بس خيار اني اعطي كيمو ثيرابي، وهون طبعا بده ينزل عندي السيل بيردن شوي 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 شوي، وفي امل واحتمال اوصل لمرحله الكيور حسب نوع هاي اللوكيميز والميوتيشنز اللي فيها وقديش فعاليه العلاج والريسبونس لها، وموضوع حتى الريزيستنس لانه رح نحكي عنه كمان شوي، انه اذا كانت بكتيريا والفنجي قادر تعمل ريزيستنس، فما بالكم بخلايا الانسان، خلايا الانسان هي متطوره اكثر، فكمان خلايا الانسان اللي هي تحولت لكانسر ممكن كمان تطور ريزيستنس لهاي الكيموثيرابيز. هلا هاي السيناريوهات في حال كان في عندنا ريسبونس، لكن بعض الاحيان انه بتبدا تعطي هلا انت كيموثيرابي لكن ما فيش عندنا اي ريسبونس، او في ريسبونس بسيط اولها لكن عمليا انت فقط عم تعمل كنترول لاعداد الكانسر سيلز بدون ما انك تخفضها، والنتيجه هلا انه بكون اولها في شويه ريسبونس وبعدين خلص بتصير نو ريسبونس ريزيستنس، وهو طبعا مش كان ultimately lead to death. طبعا واحد بيقول طب طالما هو راح قدر الوفاه، طب ليش نعالج من اولها خلص بدون علاج ومشي الامور، هو المريض 100% ليش اكلفه هالسايد افكتس والمعاناه هاي؟ وبكل بساطه اذا انا ما عالجتش في الكيموثيرابي الكيرف راح يكون ستيب اكثر، ولاحظوا هون الجرام قصيره راح توصل ل 1 كيلوغرام ماس وحتى اكثر من هيك
وطبعا هتؤدي لوفاة مبكرة أكثر بكثير. فعمليا هنا لما أعطينا الباليتيف ثيرابي احنا قدرنا إنه نخلي المريض أو نساعده إنه يعيش لفترة زمنية أطول، لكن طبعا مع معاناة كمان مش بسيطة. عشان طبعا في بعض من مرضى الكانسر بيعرف إنه عنده advanced stage بيكون قراره إنه بدوش أي treatment، ويعني طبعا هذا بضل ضمن إطار القرارات الشخصية. المهم فإذا هنا بشكل عام والكورس of treatment أو course of response في المرض الكانسر. هلا بناء على ما سبق احنا اذا بنستخدم اذا الكيموثيرابي كعلاج ممكن انه نصنف الانتي كانسر دراجز لثلاث انواع من العلاج. طبعا الثلاث انواع حسب التارجت الهدف الاستراتيجي لاجله بستخدم عمال الكيموثيرابي. فعندي النوع الاول بسميه انا ادجوفنت ثيرابي. ادجوفنت كيموثيرابي معناها انه هو علاج مساند ومكمل للسيرجري والراديشن ثيرابي. زي ما شفنا قبل شوي في الكيرف انا هنا اعطيت هنا عملنا هون سيرجري وممكن طبعا الحق كمان راديو ثيرابي وبعدين هلا كملت بانتي كانسر دروكس وهي طبعا وقتها بالحال راح اسميها انا ادجوفنت كيمو ثيرابي. اوكي اذا هون اعطيت اذا عملت شيء سيرجري وراديشن ولحقتهم بعديها بكيمو ثيرابي. هلا في بعض الاحيان بيكون التيومر حددنا موقعه لكن مش قادر احدد المارجنز اللي له، مش عارف اشوف وين حدوده هذا الكانسر. طبعا ما تستهينوا في الموضوع هذا لانه في النهايه الجراح لا بيفتح المكان ويشوف قدامه كتل من الفلاش اللحم اللي بيكون متداخل في بعضيها وما بيعرف هذا الكانسر لوين حدوده بالضبط وكيف يميزه عن النورمال تيشو. واحد قلت ممكن يستأصل بزيادة، ما ينفعش يستأصل بزيادة إذا كان مش بحاجة لإله، لأنه أي جزء إحنا بنستأصله المريض رح يعاني بسبب فقد هذا الجزء. زي ما قلت قبل شوي ما فيش سنتيمتر مكعب في جسم الإنسان إلا وإله دور مهم جدا. هل هذا السبب في هاي الحالات إحنا ممكن إنه نعمل شغلة بالعكس، إن أولها نعطي كيموثيرابي قبل السيرجري حتى كمان مرات حتى راديوثيرابي بيعطوا مش هيصير في شرينكج للتيومر، لأن التيومر في الحالة هاي لما بتعرض للكيموثيرابي بيضمر بيصير له شرينكج وبيصغر وبصير المارجنز له يعني محددة أكثر. فوقتها لما تتعمل السيرجري الجراح كان بسهولة يحدد المارجن لهذا التيومر. ففي الحالة هي بسميها نيو أدجوفنت كيموثيرابي. هلا في عندي المينتنس كيموثيرابي بمعنى هون إنه المريض هلا بعد ما إنه يتعالج و يعني سواء بالسيرجري او بالادجوفنت كيموثيرابي بكمل له هلا بلو دوز من المينتنس كيموثيرابي بجرعات قليله نسبيا مريض بحيث انه المريض يتحملها مشان تعطينا لونج تيرم افكت مشان جست تو برولونج ذا ريميشن. كيف يعني برولونج ذا ريميشن؟ لانه يا جماعه الخير مرات كثير المريض بنعمل له بيبدا الامور بدايه الامور كانت سليمه يبدو ان اكتشفنا الكانسر في وقت مش كثير متاخر عملنا سيرجري واستأصلنا وكملنا هلا اعطينا ادجوفنت كيموثيرابي وعالجنا واختفى الكانسر كليا. هلا ما فيش عندنا اي مكانسر. اعمل له سيتي سكان للمريض بتشوفش اي مت ولا اي كتله نهائيا. فيبدو انه المريض هذا صار ان ريميشن، يعني يبدو انه شفي لكن هو عمليا هو كلينيكالي ريميشن، يعني انا مش شايف شيء معين لكن ممكن يكون هذا صح انه فعلا شفي تماما وفيش اي كانسر سيل نهائيا في جسمه هلا. وممكن يكون في خلايا موجوده هون او هناك عددها قليل جدا ولسه مش قادر تاخذ فرصتها انها تتكاثر لانه المريض كاين عم بياخذ يعني ادجوفنت كيموثيرابي فهي صار تضرر فيها لكن لساتها موجوده. وعشان هيك بتلاقي انه المريض هذا صح احنا باركنا له الحمد لله على سلامتك والحمد لله صورك تمام وكل شيء تمام بروح المريض على بيته بقعد شهر شهرين يمكن حتى سنه واموره تمام برجع فجأة فإذا هو جسمه ملان كتل منتشرة في كل مكان. أوف طب وين إجت منين صارت شو اللي صار؟ بكل بساطة إنه كان في عندنا زي ما بتكون خلايا قليلة جدا منتشرة وهاي طبعا طالما بقي في جسم المريض يا جماعة خلية واحدة ما بحكي خلايا لو خلية واحدة فقط تبقت من هذا الكانسر فهي كافية لاسترجاع الكانسر هذا مرة ثانية وراح يرجع بصورة أشد وأسوأ لأنه هاي الخلية المتبقية ممكن كثير تكون ريزيستنت للكيموثيرابي لكيف نجيت وعاشت يعني كيف صار هالنوع من النيتشرال سيليكشن وهي على السكيت هلا تتكاثر وتنتشر وتنتقل محل لمحل بناتها اللي نتجوا عنها عم ينتشروا. فهون بصير في عندنا ريكرنت للكانسر بعد فتره وبرجع بصوره زي ما قلت شرسه جدا. فبالتالي كثير من المرضى اذا بتسمعوا انه صار له انتكاسه مثلا بعد فتره بعد اشهر بعد ست شهور سنه او سنتين رجعوا لنا في وقت بكون ادفانس ستيج وقت طبعا بكون
العلاج كثير كثير صعب ونتائج بتكون سيئة جدا. فلهذا السبب في هاي الحالات احنا ممكن نعطي هلا جرعات قليلة من المينتنس كيموثيرابي. طبعا هاي ما بتنفع لكل انواع الكانسرز بالمناسبة، انواع معينة اللي في عندنا خيار زي هيك على اساس انه just to prolong the remission. وفي فرق بين remission والكيور. الكيور معناها شفاء تام وفعلا نكون قضينا على كل خلية كانسر، لكن ريميشن معناه انه هو يبدو انه شفية لكن الله اعلم، قد يكون عنده كيور وقد يكون لا. فبرولونج ريميشن مشان يعني انه اطول فتره زمنيه هاي للريكرنس، اطول فتره ممكنه، فانا ممكن هلا اعطي هلا اذا المينتيننس كيمو ثيرابي. هلا وصلنا عند هلا التيومر سسبتابيليتي اند ذا جروث سايكل. بكفي اليوم هيك ونكمل ان شاء الله في المحاضره الجاي.